في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أمام الكعبة، فجاءه أبو جهل ونهر النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه عن الصلاة أمام الكعبة، فزبره النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. فقال أبو جهل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتعلم أني أكثركم ناديا وأكثركم أصحاب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.